حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. صحيفة الأيام نازح الحديدة بأبين، الحياة اليومية بوجبة واحدة. الشرق الأوسط، الأمم المتحدة تؤكد استخدام النفط الإيراني لتمويل حرب الحوثيين في اليمن. التايم، القهوة السلعة الثانية الأكثر تداولا بعد النفط. أهلا بكم. وهل تبقى لهم شيء لم يبعه الحوثيون على المدنيين الذين يفرضون عليهم حصارا وآخر هذه الأشياء وفقا لموقع المصدر أونلاين؟ مصادر تكشف عن بيع كمية من الكلور المقدم كمساعدات إنسانية ب60 مليون ريال في صنعاء. وكشفت مصادر في صنعاء للمصدر أونلاين عن قيام نافذين حوثيين ببيع كمية كبيرة من مادة الكلور المقدمة كمساعدات من المنظمات الدولية بمبلغ 60 مليون ريال يمني. وشحنة الكلور التي تم بيعها هي جزء من المساعدات التي قدمتها منظمة اليونيسف لليمن ضمن برنامج المساعدات الخاص بمكافحة الكوليرا وتنقية مياه الشرب. وأفاد مصدر وشهود عيان الموقع أن كمية كبيرة من مادة الكلور كانت محملة على متن شاحنتين كبيرتين أمام بوابة هيئة مياه الريف في صنعاء، تم بيعها لأحد التجار. وقال المصدر إن 4 من العاملين في الهيئة التابعين لجماعة الحوثي قاموا بالاتفاق مع أحد التجار لإتمام صفقة البيع والشراء التي تمت بشكل مباشر على متن القاطرتين المحملتين بأطنان من مادة الكلور والتي يتم تخزينها في المخازن التابعة لهيئة مياه الريف وسط صنعاء. بعد أن كادت المصانع اليمنية للإسمنت تغطي السوق المحلية، ظهرت ميليشيا الحوثي أولا لتدمر الموجود، ثم تلاها طيران التحالف لتصبح صناعة الإسمنت في اليمن من بين الأقل إنتاجا. الجديد في الأمر أن صفقات تعقد ووفقا لموقع رأي اليمن، شركة إسمنت سعودية تصدر 6950 طنا من الإسمنت إلى اليمن. وقال الموقع إن شركة إسمنت تبوك أعلنت أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال المرتبطة بتصدير شحنة بكمية 6950 طنا من الإسمنت إلى دولة اليمن. وقالت الشركة في بيان لها على التداول إن الأثر المالي لتلك الشحنة سيظهر ضمن نتائج الربع الرابع من عام 2018 والربع الأول من عام 2019. يأتي ذلك إلحاقا لإعلان الشركة السابق والمنشور على موقع تداول بخصوص توقيع شركة إسمنت تبوك مذكرة تفاهم مع شركة التطلعات الدولية لتصدير كمية 6000 طن من مادة الإسمنت إلى اليمن. الاختلاف على الخلاف مع إيران، تحت هذا العنوان كتب محمد الرميحي مقاله في صحيفة الشرق الأوسط مضيفا: الطرف العربي الخليجي واضح جدا في حدود ما يرغب فيه من إيران. نقاط الرغبة تأتي من معلومات وليس تكهنات. إن موقفه بسيط واضح، يتلخص في أن تكف إيران عن التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها العرب، وأن تتصرف كدولة مسؤولة مقيدة بالقوانين الدولية التي تفرضها المعاهدات الدولية. هذا الأمر على إطلاقه غير متوفر لدى الدولة الإيرانية، فأساس المشكلة مع إيران على عكس ما يتصور البعض سياسي أكثر بكونه من مذهبي، هو نوع من الأيديولوجية التوسعية مغموسة في وعاء مذهبي، فكرة يقينية ذات نزعة تبشيرية واستعلائية، كما تقوم إيران بأشكال أخرى في اليمن وفي لبنان بتدخل غير مرحب به من غالبية الشعبين اليمني واللبناني، وهي عناوين لا تحتاج للعودة إلى شرحها. وأما الوقوف مع الفلسطينيين فذلك شعار لا يهضمه اليوم إلا البسطاء، فلا شبر تحرر. وليس بالوارد قيام صدام إسرائيلي إيراني في خيال متخذ القرار في طهران. الوصول إلى سن الرشد الإيراني قد يتأخر، وقد يسبب ذلك التأخر الكثير من العناء والألم للشعب الإيراني، أولاً بكل مكوناته، وسوف يستمر الشحن العاطفي من جهة والمقاومة من جهة أخرى لدى قطاع واسع من الإيرانيين حتى الوصول ربما إلى مرحلة التفجر. آخر الكلام، إذا لم تكن قادراً على التحكم في سرعة الريح العاتية، فعلى الأقل عليك أن تتأكد من قوة أوتاد خيمتك. صحيفة الأيام قامت بزيارة إلى حي حصن شداد بمدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، حيث يوجد هناك النازحون القادمون من الحديدة. وعنونت الصحيفة: نازحو الحديدة بأبين، مبيت في العراء وعيش بوجبة واحدة. وقالت الصحيفة إن القادمين من الحديدة يصارعون من أجل الحصول على جزء من قوت يومهم
أما مأواهم فهناك من يسكن منهم في العشش وتحت أشجار السيسبان في أماكن تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة العادية، ففراشهم الأرض إذا ما أرادوا النوم ولحافهم السماء. وطبقا للصحيفة فقد تخلت عنهم الجهات المعنية والمنظمات ذات العلاقة ولم يتحصلوا منها على شيء بسيط من المواد الإيوائية أو جزء من أدوات المطبخ تمكنهم من تحضير وجباتهم. وقالت النازحة خديجة جابر: نعيش في هذه العشش وكأننا لسنا بشر لنا حقوق، بعد أن شردتنا الميليشيات الحوثية من ديارنا أصبحنا لا نملك حتى وجبة يومنا. خلال السنوات العشر الماضية رمم أحمد الروضي نحو 32 مبنى تاريخيا ما بين منزل سكني وجامع في صنعاء ومدن يمنية مختلفة على حد قوله. وقد تحدث الروضي لموقع المشاهد نت قائلا: إن عشرات البيوت التاريخية في مدينة صنعاء شهدت تعديلات مخالفة للطابع المعماري الفريد الذي تميزت به المدينة العريقة المدرجة ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي منذ العام 1986. وقال الروضي منذ 53 عاما: من صغري وأنا أحب ترميم البيوت والمباني الأثرية ولا أقوم بأية إضافات حديثة، هذا تاريخنا المشرق يجب المحافظة عليه لنبقى متميزين بين الأمم. وعبر أحمد الروضي عن فخره بأعماله التي أنجزها وشعوره بالسعادة كونه نقل علم مهنته لنجله بهدف الحفاظ عليها كجزء من الحفاظ على التراث. ولم يخفي المعماري التقليدي حسرته على المباني التاريخية التي تضررت جزئيا أو كليا بسبب الحرب المستمرة في اليمن منذ 4 سنوات، قائلا بنبرة يخالجها: أشعر بالحزن، الحرب تسببت بكارثة وهدمت بيوتا ومباني أثرية كثيرة. أستاذ القانون في جامعة سان فرانسيسكو ومؤسس ومدير منظمة شاهد على غوانتانامو بيتر جان هوني جيسبرغ كتب مقالا في الواشنطن بوست ترجمه علاء الدين أبو زينة لصالح صحيفة الغد، ونشر المقال بعنوان 17 عاما على افتتاح معتقل غوانتانامو سيء الصيت. صادف يوم 11 من كانون الثاني يناير الذكرى 17 لافتتاح مركز الاعتقال الأمريكي في خليج غوانتانامو بكوبا، وقد تم احتجاز 780 من الرجال والصبيان المسلمين في السجن، العديد منهم لمدة عقد أو أكثر، وجميعهم تقريبا من دون توجيه أي اتهامات لهم. ولا يزال غوانتانامو يضم الآن 40 رجلا. وقد صرح الرئيس ترامب بأنها ليست لديه مصلحة في إغلاق السجن، وبدلا من ذلك أشار إلى أنه يود ملؤه ببعض أولئك الناس السيئين. قد يعتقد الناس اليوم أن الرجال المحتجزين في غوانتانامو إرهابيون خطيرون مذنبون، لكن أغلبية الذين ما زالوا محتجزين لم يواجهوا أي اتهامات أو يدانوا بجريمة. لم يخدم المبدأ التأسيسي للولايات المتحدة القائم على اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة السليمة وسيادة القانون في حماية هؤلاء الرجال من احتجازهم في غوانتانامو من دون توجيه تهم إليهم، كما أنه لم يحمهم من التعذيب. ولم تكن سيادة القانون مهمة أيضا عندما اشترى الجيش الأمريكي بعض الرجال المحتجزين في غوانتانامو عن طريق دفع المكافآت للجنود الأفغان والباكستانيين. من بين 40 رجلا المتبقين في السجن سوف تتم محاكمة 6 من المصنفين على أنهم سجناء ذو قيمة عالية أمام لجان عسكرية، وقد استمرت الإجراءات التمهيدية للمحاكمة لأكثر من 10 سنوات، وما من شيء يشير الآن إلى أن هؤلاء المشتبه بهم الستة سيمثلون أمام أي محكمة. إلى صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت في صفحتها الرئيسية: الأمم المتحدة تؤكد استخدام النفط الإيراني لتمويل حرب الحوثيين في اليمن، حيث أكد تقرير للجنة خبراء في الأمم المتحدة أن عائدات وقود مشحون من موانئ في إيران تساهم في تمويل حرب الحوثيين في اليمن ضد الحكومة الشرعية. ومن المتوقع أن تثير نتائج التقرير تساؤلات حول دعم إيران للميليشيات الحوثية ودورها في الحرب التي دفعت اليمن إلى حافة كارثة إنسانية. وفي في تقريرها النهائي للعام 2018 قالت اللجنة إنها حددت عددا من الشركات سواء داخل اليمن أو خارجها تعمل كشركات في الواجهة من خلال استخدام وثائق مزيفة لإخفاء التبرعات النفطية. وأضاف التقرير أن النفط كان لفائدة فرد مدرج على لائحة الأمم المتحدة للعقوبات، كما أن العائد من بيع هذا الوقود استخدم في تمويل حرب الحوثيين. وتوصلت اللجنة إلى أن الوقود تم شحنه من موانئ في إيران بموجب وثائق مزيفة لتجنب تفتيش الأمم المتحدة للبضائع. وعن المعلم الذي ترك طلابه وأقدم على أصعب قرار وهو إيقاف حياته نهائيا، كتب مصطفى ناجي الجبزي مقاله في موقع يمن مونيتور مضيفا: في حادثة الانتحار الفاجئة
كانت ثمة عناصر ملفتة للنظر تمنح الحق في التركيز على هذه الحادثة، وهي أولاً أنها حادثة مصورة، بالتالي لم يعد الأمر مجرد حدث وانتهى أو خبر عابر يمكن مواراته والتهرب من حقيقته. ثانياً أنها من تربوي بكل ما تحمله الكلمة من معاني الجلال والتقدير والرسالة، أي أنه لم يكن شخصاً مراهقاً حديث السن ولا منبوذاً، لكنه شخص على احتكاك بتلاميذ ويضع فيهم شيئاً من شخصيته وطموحاته وانكساراته. ثالثاً أنها رسالة تحذيرية صادمة لما وصلت إليه الأمور في الوسط التعليمي وبين الموظفين الذين لا يستلمون رواتبهم منذ سنوات. لكن الجانب الآخر الذي أريد التشديد عليه هو مفهوم العنف في هذا الحدث باعتباره نتيجة ومولداً للعنف في آن. كل التمهيد أعلاه حول الظرفية التي يعيش فيها الناس من الناحية المادية والمعنوية، والذين ينامون ويصحون على أخبار الموت والاعتقالات وفقدان الأمل، يصابون بالبلاء في أقرباء لهم تحصدهم الألغام، أو يخطف أعمارهم قناص لئيم، أو تأتيهم قذيفة كاتيوشا، أو تحصد أرواحهم قنبلة من طائرة حربية في مساكنهم المسالمة، وهم فوق ذلك عرضة لخطاب تهديد ووعيد وتحشيد وتخندق وتكفير، ومنقسمون بين منافقين ومجاهدين، بين وطنيين ومرتزقة وفقا للخطاب الحربي. الخلاصة هي أن حالة الانتحار التي أقدم عليها مدرس في صنعاء لا تعكس حالة البؤس وصعوبة الحياة فحسب، لكنها تعكس مقدار العنف الذي يسيطر على النفوس. يتلقى الناس العنف بأشكاله المعنوية والمادية، والانتحار هو رد فعل عنيف، هذه المرة العنف ذاتي، لكنه يستخدم الموت دفعة واحدة للرد على العنف والموت، وسيكون الموت المرة القادمة وسيلة للرفض، ولكن عنفا غير ذاتي وليس انتحارا. المدينة التي أحرقت منتصف القرن الماضي بقنبلة نووية تعود إلى الواجهة، وقد أصبحت مدينة قوية، ومن المقرر أن يضيء سماءها قمر صناعي وفقا لجريدة الحياة اللندنية. قمر صناعي سيحول سماء هيروشيما إلى حفلة ألعاب نارية. وقالت الصحيفة وضع صاروخ ياباني في مدار الأرض 7 أقمار صناعية صغيرة، منها واحد قادر على إنتاج زخات نيزكية صناعية. وتعود هذه الفكرة الفريدة إلى شركة ناشئة مقرها طوكيو، وهذا القمر الصناعي قادر على إنتاج 400 كرة صغيرة تتوهج حين تدخل الغلاف الجوي للأرض، وسيبدأ ذلك مطلع العام المقبل في سماء مدينة هيروشيما، وهو يوجه كراته الصغيرة بالاتجاه المطلوب ليجعل سماء المدينة متوهجة بما يشبه الألعاب النارية الآتية من الفضاء. واستخدمت في ذلك تقنيات تحتفظ بها الشركة لنفسها، وأقلع الصاروخ إبيلسون من مركز أوشينورو الفضائي حاملا 7 أقمار صغيرة لابتكارات تقنية جديدة بحسب وكالة الفضاء اليابانية جاسكا. نشرت صحيفة التايمز مقالا كتبه بن ماكنتاير يحذر فيه من الخطر الذي يهدد القهوة بالزوال في العالم. يقول بن ماكنتاير إننا نستهلك القهوة يوميا وبكميات كبيرة ولا نحسب لذلك أي حساب، ويذكر أن البن يزرع في 70 دولة تنتج حوالي 10 ملايين طن سنويا، وهي السلعة القانونية الثانية في العالم من حيث التداول بعد النفط، ويشرب الناس نحو 2.25 مليار كأس قهوة يوميا. ولكن هذا الشراب التاريخي أصبح اليوم مهددا، فأغلب أنواع البن مهددة وبعضها في طريقها للانقراض بسبب انحسار بيئتها الطبيعية والتغير المناخي حسب ما بينه باحثون. وهذا لا يعني أن القهوة ستختفي فجأة، ولكنها ستزداد غلاء وتصبح أقل تنوعا. ويقول الكاتب إن أثيوبيا أكبر منتج للبن في أفريقيا هي التي تخسر أكثر من التهديد الذي تتعرض له القهوة، إذ يعمل في زراعة البن نحو 15 مليون أثيوبي. تفاصيلنا الأولى المهشمة أو المهمشة، تحت هذا العنوان كتبت رشا عمران مقالها في صحيفة العربي الجديد مضيفة: هناك دائما زوايا هامشية في حياتنا الشخصية وفي تفكيرنا بدءا من طفولتنا الأولى مرورا بمراهقتنا وشبابنا. لا يمكن لأي فعل عقلي إبداعي خصوصا أن يكون نتيجة للأفكار العقلية الكبيرة فقط. ينشأ الإبداع من تسرب الهامشي والثانوي في لاوعينا إلى الوعي المحمل بالأفكار الكبيرة والواضحة، حيث يشتغل الوعي على دمج الاثنين معا.
حين نتذكر طفولتنا ما تستدعيه الذاكرة مباشرة هو الخطوط العريضة من تلك الطفولة، رفاق اللعب والمدرسة الابتدائية، أسماء بعض المعلمات والمعلمين، البيت الذي سكننا فيه، مدارسنا التي تعلمنا فيها، حاراتنا، أشكال أهلنا وملابسهم ذلك الوقت، الهوايات التي كنا نمارسها، ثم ما قرأناه من كتب وما سمعناه من موسيقى وأغاني، أول دقة قلب شعرنا بها، أول لمسة يد، أول قبلة، إلى ما هنالك من عناوين في الذاكرة الشخصية لكل منا، لكنها تكاد تكون مشتركة بين جميع البشر في عمومياتها، بيد أن ثمة تفاصيل أخرى تحتاج جهداً قليلاً لاستحضارها من خفايا الذاكرة ومخابئها، تلك التفاصيل هي ما يمكن تسميتها التفاصيل الثانوية أو الهامشية، لكنها هي الأساس الذي نشأت عليه شخصياتنا الحالية. الذاكرة تشغل أحياناً تقنيات التصفية، فتحيد جانباً كل ما يمكنه أن يكون مصدراً للقلق أو التوتر السطحي، لا تميته بل ترسله إلى طبقات اللاوعي، ليظهر عندما نستدعيه أو تستدعيه حوادث طارئة ومفاجئة. يمكن القول أيضاً أن الهامشي في تفاصيل حياتنا هو متن الصفحات الأولى الذي يؤسس لما سيأتي، وغالباً حين نقرأ كتاباً ما ننسى صفحته الأولى التي قرأناها في البداية، نتذكر منها مشهداً عاماً، أما التفاصيل فيجب أن نقرأها من جديد كي نتذكرها كاملة. الذاكرة بلا وعيها ووعيها تشبه هذا الكتاب. للحياة مشاهد ولحظات مختلفة متنوعة، ولكل لحظة قيمتها. المصورون يحاولون التقاط اللحظات بجعلها خالدة عبر الصور. مجموعة من الصور نطالعها في صحيفة الغارديان. وماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. نتابع. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.